صباح الجمال، صباح الفل عليكم يا مصريين، صباح الجدعان قوي اللي بانوا وقت الشدة، صباح مصري أصيل، صباح مصري بجد بفتخر إني مصرية، مصرية أثبتت للعالم كله إن إحنا فعلا شعب طيب أصيل. الفقير قبل الغني، لأن الفقير عمره ما كان فقر مال، الفقير فقر مشاعر. أثبتنا للناس كلها وللعالم كله بجد إن إحنا فخر لأي حد. وقفنا في ظهر بعض، سندنا بعض، شاركنا مع بعض في كل حاجة، ملحمة حب حقيقية. صباح الفل عليكم في برنامجكم حكاية ولاد البلد. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين، وأهلا بيهم في حلقة جديدة من حكاية ولاد البلد، ويا رب دايما نسعدهم ونقدر نقدم لهم كل جديد. طبعا انتوا عارفين الازمه اللي احنا بنمر بيها في بلدنا، بس للاسف هي مش بلدنا وبس، هي كل معظم دول العالم. وزي ما انتوا عارفين ان الحالات كورونا ابتدت تزيد عندنا يوم بعد يوم. علشان كده انا بتمنى ان دايما نلتزم بتعليمات الامن وتعليمات وزاره الصحه. وانا شايفه ان كورونا بدات تقرب الناس من ربنا، علشان كده يا ريت كلنا نحب بعض ونسامح بعض وتكون قلوبنا على قلوب بعض، واللي مقتدر يدي اللي مش مقتدر، ونقف جنب بعض، لان احنا اصبحنا في ناس كتير قوي بدون عمل وبدون مصدر رزق. وان شاء الله بإيماننا بربنا وبجدعانه اهل بلدنا هنعدي الازمه دي على خير، صح ولا لا يا سيدي؟ طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله. بلدنا جميله، رئيسنا جميل، في ظهرنا الحمد لله بعد الله طبعا سبحانه وتعالى. مفيش فضل لأي حد علينا، إن شاء الله بإيدينا إحنا نصنع بلدنا من أول وجديد. طبعا حلقتنا النهاردة استكمالا للحلقة الماضية هتكون برضو مع خبير الاقتصاد، هنتكلم فيها عن الأزمة وكيفية المرور منها. قبل ما أبدأ الحلقة عندي بعض التهنئات، وعندنا طبعا الشكاوي، شكاوي ولاد البلد اللي احنا منهم ولازم نكون معاهم. وطبعا الحمد لله رب العالمين التفاعل كان واضح، وبشكرهم جدا على تفاعلهم معانا. اول حاجه اجمل التهاني والتبريكات لاجمل عريس وعروسه، وهي حفل زفاف العروس ولاء سيد رولا سيد رفعت، ابنه الرائد سيد رفعت، والعريس محمد عبده محمد. ألف ألف مبروك، الصورة على الشاشة، نتمنى لهم يا رب مزيد من السعادة والهنا والاستقرار. كما نهنئ بالمولودة السعيدة ليان بهاء كمال الدين، حفيدة أمير إسماعيل رئيس مجلس إدارة جريدة بورصة المال، اللهم بارك فيها واجعلها ذرية حسنة وبارة بوالديها. نشكر، عايزة شكر خاص بجد، أنا نزلت كام بوست على الصفحة لمساعدة الغير والناس الغير مقتدرة. قابلت يا شيماء تفاعلات طبعا شفتيها على الصفحة، بجد بشكرهم جدا. ومنهم ناس من السعودية بعتوا لأهاليهم من أسيوط، وأهاليهم شاركوا معانا في إن احنا نعمل شنط ونوزعها، مواد غذائية، لأن احنا منقبلش تبرعات مالية. اي حالات عندنا محتاجه تبرع مالي بندي رقم التليفون والناس بيتواصلوا معاها مباشره. بشكرهم بجد وبقول لهم ربنا يخليكوا يا مصريين لبعض وما يحوجنا لحد، اللهم امين. معانا ايه النهارده يا شيماء؟ نبتدي كده بالمشاكل الناس كده، معلش بقى عزمهم. ما هو لازم تفاعلنا معاهم. دلوقتي جاي لنا شكوى من منطقه السلام والعاشر من رمضان، بتقول ان في عدم وجود كمامات وادوات الوقائيه التابعه للجيش، والاسعار عندهم في الصيدليات غاليه جدا. تفتكري ده يعني دي بناشد طبعا سياده الرئيس الاب الحنون بتاعنا، وبناشد الجيش ان الاماكن دي مش متوفر فيها كمامات، والاماكن دي فيها تكدس شعبي جامد جدا، والناس دي يعني تعتبر من العمالة اليومية الغير منتظمة، فياريت نقدر نعمل منافذ بيع توزيع للأدوات الطبية بحيث يقدروا ان هم يشتروها بأسعار قليلة.
عندنا مناشدة للسيد محافظ الفيوم. طبعا السيد محافظ الفيوم معروف عنه ان هو بيحب بلده جدا وبيقف في ظهرها. عندنا بصراحة مستشفى لعلاج الكلى والفشل الكلوي وعلاج مرضى السرطان. المستشفى دي معمولة وابتدت تاخد بصمات نهائية، بس لسه فاضل لها شوية أجهزة، محتاجين بس مصالحة منه تتقدم علشان نبدأ في المستشفى. المستشفى اسمها مستشفى جوهرة صبرا بمركز سيلة التابع للفيوم. نتمنى طبعا من سيادة المحافظ سماع صوتنا وان هو يبدأ في إجراءات المصالحة عشان نبدأ المستشفى انها تبتدي. معانا مداخلة تليفونية من الحاجة صبرا. صباح الخير. حضرتك ازيك يا استاذه اسنان؟ ازيك يا حاجه؟ عامله ايه اخبارك؟ ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله بخير والله، الحمد لله. والله احنا بنناشد سياده المحافظ ان يديكم المصالحه عشان نبدا نعمل المستشفى لخدمه. يا ريت يا ريت والله يا استاذه اسماء. الناس هناك 42 قريه في المستشفى، بنيه مستشفى في وسطهم، مش عارفه اخد لها المصالحه. الناس محتاجه ان انا اقف جنبيهم بالعلاج زي ما بقف جنبيهم بالخير ان شاء الله. تعبانه جدا يا استاذه اسماء والله. يا ريت ان شاء الله يا حاجه صبرا. محافظ الفيوم حد محترم، واكيد ان هو هيسمع صوتنا ونبدا ان احنا في المستشفى، لان علاج مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي نتمنى طبعا يا رب يعافي الناس كلها. والله فيها، انا عامله فيها جميع التخصصات يا استاذه والله. ان شاء الله باذن الله. فيها 11 عياده تحت وفيها كل التخصصات. الناس محتاجه فعلا ده. ما فيش مستشفى ولا مستوصف هناك يا استاذ. تفائلي بالخير ان شاء الله باذن الله، صوتنا هيتسمع باذن الله. انا زعلانه عشان اللي احنا فيه ده، كمان لو حصل كارثه هناك في المناطق دي مفيش مستشفى تتقبلهم يعني. ان شاء الله باذن الله صوتنا هيبقى مسموع باذن الله. احنا مصريين يا استاذه اسماء. يا ريت ان شاء الله باذن الله، وعايزين نبقى كلنا بنحب مصر والله يا استاذه اسماء. ربنا اعلم انا واقفه ازاي مع الحالات. انا عندي 5000 حاله واقفه بايديا واسناني عشانهم. بحاول ان انا نشد الناس وبقف معاهم والله الحمد لله. تمام. حاضر ولا قفلنا جمعيه ولا حاجه والله، واقفين باراده ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. شكرا يا حاجه صبرا، اشكرك. ومعانا مداخله تاني من الاستاذه دعاء محمد صحفيه. صباح الفل يا دودو. صباح الجمال. صباح الفل، اخبارك؟ استاذتنا عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا دعاء محمد غنيه عن التعريف وصديقه شخصيه وليها برنامج معروف يعني. اهلا بيكي. اهلا بيكي. صباح، حبيت اصبح عليكم، وحبيت اصبح على شيماء. ازيك يا شيماء؟ صباح الخير. صباحك فل حبيبتي. ايه ايه الجمال اللي انتوا فيه النهارده ده؟ تالق والشاشه ما شاء الله. انا بهني الصحه والجمال على اللوكيشن الجديد ده، حلو قوي قوي قوي، تحفه بجد. عجبني جدا، وقلت ابارك لكم، وقلت اقول لك ان البرنامج يا استاذه اسماء بجد فارق كتير قوي مع الناس. عجبني جدا بجد، ومتابعاه من اشد المتابعين ليكي، وانت عارف ان انا بحب اسمعك كتير يعني. والله طبعا احنا بنشكر القناه فعلا على تجديد اللوكيشن، ووكاله جو ميديا عامله مجهود رائع طبعا لنجاح القناه ونجاح البرامج بتاعتها. بنشكرهم وبنشكر كل ما خلف الكواليس من قناه الصحه والجمال ومشاهدينا ومتابعينا. شكرا يا استاذه دعاء. ميرسي، باي باي. معانا ايه تاني شيماء؟ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصرف منحة العاملين الغير المنتظمين، وتصل لهم رسالة من 30/20 من يوم الاثنين 13 ابريل حتى يوم الخميس 16 ابريل، واللي تم تسجيلهم على الموقع. تمام. دول اللي تم تسجيلهم، اللي تم تسجيلهم هم اللي هيوصلوا على الموقع، هيوصل لهم رساله من 20/30. تمام ان شاء الله باذن الله. دي للعماله الغير منتظمه. عايزين نقول كلمه بقى كده، هي وجعانه انا شخصيا بصراحه. كل مصري في اي بلد في العالم عايز يرجع بلده، بنقول له بلدك بترحب بيك، بتقول لك تعالى. فين المستثمرين المصريين في البلاد الثانيه؟ تعالوا استثمروا في بلدكم، هنا اولى بيكم. تعالوا هاتوا للناس اللي بيشتغلوا في اي بلد، مع احترامي لاي بلد عربيه واي بلد خليجيه، اي بلد اوروبيه، بنقول لهم المصري لو سابكم انتوا هتحسوا بالفراغ. انزل بلدك اولى بيك، حضنها زي ما بيدفي
كل شعوب العالم وبتستقبل اي حد، برضو حضنها بتاعك انت، هي امك انت، ما تقلقش وما تخافش. عايز تنزل انزل، هو الندمان وهو الخسران مش انت. يا ريت بجد الرساله دي توصل لكل المصريين، خلي راسكوا فوق، ارفع راسك فوق، انت مصري بجد. معانا ايه تاني يا شيماء؟ طبعا رساله شكر للقوات المسلحه، الجيش المصري بتاعنا، لمواجهه كورونا تم تجهيز 45 مستشفى عسكريه و 22 مستشفى عزل و 12200 سرير و 1100 جهاز تنفسي، ده للمدنيين والعسكر. ما شاء الله علينا وعلى بلدنا الجميله، احنا جاهزين لمواجهه اي حاجه، مش المرض بس. وربنا يا رب يكفينا شر الوباء والمرض، احنا جدعان وقدها وقد المسؤوليه. حتة التزام، حتة سمع كلام، زي ما الأم والأب بيخافوا على ابنهم ما بيخرجوهوش ويقولوا له احنا خايفين عليك، يا ريت احنا نخاف على الأم الكبيرة بلدنا ونحافظ عليها عشان نمر من الأزمة دي ونلتزم. نلتزم. كان في برضو معانا استغاثة من مكان اسمه دير الجندلة، كان معايا الاستغاثة على فكرة بتاعة المخبز بتاع الحجة زهرة الأسبوع اللي فات. والحمد لله رب العالمين، بنشكر طبعا سيادة وزير التموين علي مصلحي لسرعة الاستجابة. طيب قبل ما نقول الاستغاثة، معانا أستاذ جمال المتخصص في علوم الطقس والمناخ. صباح الفل. صباح الفل دكتورة أسماء، وصباح الفل على الأستاذة شيماء. صباح الخير صباح أستاذ جمال. صباح الفل على كل السادة المتابعين. آخر التطورات إيه يا أستاذ جمال؟ والله يعني أنا أرجع بس بحضرتك كده للحلقة اللي فاتت، لما نبهت إن في تراب كتير هيبقى موجود على القاهرة بالليل وصباح الأحد، واللي حصل بالفعل. قلنا إن في انخفاض في درجات الحرارة هيوصل ذروته يوم الجمعة، وده حصل فعلا. مكان موقفنا نكمل ان شاء الله، يعني عندنا اجواء معتدله الاسبوع ده باذن الله. انا هتكلم مع حضرتك وللساده المتابعين عن اهم الظواهر الجويه وكده. بالظبط كده. مبدئيا عندنا القاهره النهارده 24 درجه، الحد والاثنين حوالي برضو 24 درجه، او يعني 26، خلينا نقول 26 درجه. في نشاط نسبي للرياح على المدن الشماليه والبحر الاحمر والقاهره يوم الاثنين، لكن ان شاء الله ما فيش ضرر. في شبوره مائيه تصل لحد الضباب الكثيف يوم الاثنين والثلاث والاربع على بعض المدن الساحليه ومناطق من الوجه البحري والقاهره والسويس وشمال ووسط سيناء. عندنا ارتفاع في درجات الحراره من يوم الثلاث، هتوصل حوالي 28 درجه بالقاهره. يوم الاربع ممكن توصل معانا 31 درجه. الخميس بقى والجمعة عندنا إن شاء الله في نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومدن الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ممكن تمتد لمناطق من شمال الصعيد. هيبقى عندنا انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم الجمعة، يعني برضو يعني بنقول تاني للناس اللي هي بتسأل عن تخفيف الملابس. تخفيف الملابس. يا ريت، هي دي الناس كلها بتسأل احنا نصيف امتى. شوفي حضرتك استاذه شيماء، مثلا احنا بنقول درجه الحراره يوم الاربعاء توصل 31، يوم الخميس ممكن توصل 28، تمام. يوم الجمعه ممكن القاهره توصل فيها درجه الحراره ما بين 20 الى 21 درجه مئويه. يعني لسه الجو متقلب. الجو متقلب جدا الفتره دي، فالمستحب او ان احنا بننصح الساده المتابعين كلهم بعدم تخفيف الملابس، حتى لو هنخفف نخفف جزئيا مش كليا، يعني ما اقدرش اقول للناس واحده واحده دلوقتي ابدا. شم النسيم عشان هنقعد في البلكونه يا استاذ جمال. هنقعد في البلكونه، انت عارف مفيش خروج. شم النسيم امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله الاجواء تبقى يعني نورمال كلها باذن الله، بس احنا بنقول يا ريت بس الناس ما تخففش الملابس شويه. تمام. في بعض التقلبات ما بين ارتفاع وما بين انخفاض، وده سمه اساسيه لفصل الربيع يا فندم، يعني هو فصل الربيع بيكون فيه صراع ما بين الكتل الهوائيه الدافيه وما بين الكتل الهوائيه البارده اللي جايه من اوروبا. ترتفع درجات الحراره شويه لكن بترجع تنخفض تاني، ده اللي قدامنا على الخرايط. ان شاء الله ممكن برضه يبقى في بعض الامطار على المدن الساحليه يوم الجمعه، ممكن تمتد برضه لمناطق من الوجه البحري ان شاء الله. استاذ جمال، لكن ما فيش عاصفه ترابيه ولا حاجه يا استاذ جمال؟ لا لا، الرياح دي ان شاء الله هتبقى شماليه غربيه جايه من البحر مباشره. تمام.
يعني ممكن لو هتعمل إثارة للرمال يبقى على المناطق الداخلية مش المدن الساحلية أو القريبة من الساحل تقريبا يعني. شكرا لحضرتك. بنشكرك يا استاذ جمال ودايما منورنا في حكاية ولاد البلد. شكرا لك. العفو يا دكتوره، ربنا يعزك يا رب. ربنا نرجع يعزك. تاني للاستغاثه بتاعه وحده مطافي دير الجنادله، مرجز الغنايم باسيوط. وحده المطافي دي اتفتحت بالفعل ونزل فيها العربيات بتاعه المطافي ونزل فيها البشر، فجاه اتسحب كل ده بدون ابداء اسباب. طب المكان ده لو حصل فيه يا جماعه كارثه، حصل فيه مشكله، يا ترى هيكون الحل ايه؟ بنناشد سيادة المحافظ أسيوط بسرعة فتح المكان تاني وتجهيزه، المكان قائم، وان يكون عربيات المطافي تتواجد تاني في المكان ده لانه فعلا محتاج. وبنشكركم طبعا للمتابعة، وان يعني بجد رسالتنا وصوتنا بيوصل لكم وبتنفذوا لان انتوا ولاد مصر. خلصنا النهاردة أخبارنا، ولكن حكاوينا ما خلصتش. بعد الفاصل معانا حكاية الاقتصاد والمرور من الأزمة، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، برنامجكم حكاوي ولاد البلد، وزي ما اتفقنا وقلنا إن حكاوينا ما بتخلص. طبعا قبل ما أبدأ الفقرة بس أحب أشكر الشاعر راضي الطهطاوي على كتيبة الخير، كتيبة الحب، أطبائنا اللي في مصر، بجد الناس دي ألف تحية وألف شكر ليهم على مجهودهم. مش عايزة أقول الرائع، لأن هما كلامنا يفوق بكتير قوي اللي هما بيعملوه. ربنا يا رب يعفو عنكم وما يبتليكم بأي مرض، وبجد أنتوا ناس يعني مصريين، ناس لابسة أبيض وهي أبيض من جوه، ربنا يحميكوا يا رب. فقرتنا عن الاقتصاد طبعا تكملة للحلقة الماضية. معانا الخبير والمستشار أحمد خزيم، كلمنا الحلقة اللي فاتت عن بعض النقاط. طبعا لعدم سعة الوقت ما قدرناش ان احنا نتكلم في كل حاجة. بناء على طلب مشاهدينا متابعينا بصراحة أثرنا عليه إنه يجي معانا الحلقة دي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازيك يا أسماء؟ الحمد لله. صباح الخير، ازيك يا أسماء؟ أنا هبدأ بسرعة الأول عشان أنت نوهت الحاجة مهمة. كل مصري عليه واجب إنه يقدم التحية لكامل فريق الطبي والتمريض وكل العاملين والإسعافات وفي القطاع ده، لأنه في هذا الوقت بيؤدي أداء الحقيقة يعني أداء دفاعا عن كل شخص حقيقي. ربنا يعينهم وهم أهل ده وبيستحقوا التحية من كل المصريين. هستأذنك طبعا، هم الجيش الأبيض، هم فعلا الجيش الأبيض. مش عايزة أنسى الجيش اللي هو بيحارب بقى مرض الإدمان، مستشفيات الجيش. إحنا طبعا كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان تحت رعاية صندوق مكافحة المخدرات، بنشكرهم لان هم شغالين في الوقت اللي ممكن يكون الدنيا كلها ملهيه بكورونا. ولكن طبعا احنا شفنا حادثه او حوادث كتير بسبب المخدرات والبلطجه، كلمينا عنها يا شيماء. طبعا شعبنا الجميل، طبعا انتوا عارفين الحادثه اللي حصلت من قيمه كام يوم اللي هي بتاعت فيصل في شارع الملكه، الاثنين بتوع المخدرات، واحد ارشد عن واحد، ووصلت بيهم ان هم واحد قتل واحد. شفتوا بقى المخدرات وصلتنا لايه؟ ان احنا بقى نقتل في بعض، احنا مصريين بنقتل في بعض عشان المخدرات. ما نحاول نجتنب كل ده ونبعد عن سكه المخدرات ونحمي نفسك واحمي بلدك من هذا الوباء، صح ولا لا؟ نزلوا لنا يا جماعه رقم تليفون الكتله بعد اذنكم، وبنقول لكم لو عايز تعيش في امان عليك بس الاتصال بكتله ائتلاف القاهره لعلاج الادمان بالمجان. ورئيسة الكتلة الأستاذة عنايات السنان لا تكل ولا تمل، بجد الرقم على الشاشة، عليه الواتس، ابعت صورة بطاقتك وإحنا لينا الباقي. نرجع بقى لسيادة المستشار. أول حاجة هنقول التكملة يا ريس، اللي هي تأثيرات كورونا على المستوى العالمي وإزاي نقدر نستثمر ده في الوقت الحالي. شوفي، أولا دلوقتي يعني ربنا ييسر الأمر ويتم السيطرة
في كافة الأقطار ومن ضمنها طبعا مصر على الوباء اللي هو كورونا. لكن الأثر الاقتصادي والاجتماعي واقع واقع على كل دولة من كل دول العالم إنها تبدأ تاخد إجراءات احترازية، لأنه مش فكرة إنه هيحصل لو مش هيحصل، لا حصل. تمام. هنقول ليه حصل؟ لأن دلوقتي في العالم في ما يسمى دوامة التراجع أو الصدمة. كل القطاعات النهاردة بنقول عليها حصل لها حالة من التعطيل الاقتصادي. ده يظهر في إيه عشان يبقى كلامنا علمي؟ كل أسواق الأسهم الكبيرة في حالة هبوط. كل المؤسسات المالية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والكونجرس مجلس الشيوخ بدأ يعمل حزم بأرقام ضخمة جدا لمنعا للوصول لنقطة ركود الأسواق. بمعنى إيه برضو عشان المشاهد الصغير بتاع حضرتك أو الملوش في الاقتصاد، إنه حركة الركود دي معناها إنه في عدم قابلية على الاستهلاك، يعني خروج المستهلك، إما خروج نتيجة لضعف القوة الشرائية أو مداخيله. ولما نقول إنه الأسهم الكبيرة سواء داون جونز أو نيكي الصناعي بيقع، معناها مصانع بتقفل، أنا بكلم على العالم. تمام. معناها إنه بطالة أكتر، وقد سجل في من الثلاث أيام اللي فاتت أعلى معدل لطلب الإعانة في الدول اللي بتدي إعانة بطالة. وعندنا؟ أنا بس خلينا نتكلم الأول على العالم وبعدين ندخل على مصر. تمام. ليه؟ لأن نمرة واحد النهارده سلسلة التوريدات العالمية توقفت. العالم ده كله الناس مش واخده بالها شبكة واحدة. صحيح. يعني انت العربية اللي بتجيبيها من الصين فيها أجزاء مصنعة في ألمانيا وأجزاء مصنعة في أمريكا وهكذا واليابان، وبالتالي اسمها السلسلة الاقتصادية دي النهاردة توقفت. النهاردة في ركود في حركة التجارة، النهاردة في ركود في حركة تداول الأسواق. وبالتالي ده معناها فقدان كثير من الناس من فرص العمل في المجتمعات اللي هي بنقول عليها الاقتصادات المتقدمه. تمام. اما ارجع اقول النهارده انه الكونجرس الامريكي يشرع في مجلس الشيوخ 2 تريليون لمساعده الصناع والشركات، اما الاتحاد الاوروبي امبارح اجتمع وحدد 7 مليار لما الصين. صحيح. 50 مليار من صندوق النقد، 12 مليار من البنك الدولي. ده مش الارقام دي ليه؟ ده مهم جدا الناس تعرفه، عشان بعض الناس اللي بتدير الاقتصاد بالفكر الحسابي. لا، الاقتصاد علم تأثير. النهاردة القضية مش انك تجمع فلوس، النهاردة القضية ضخ فلوس عشان الأسواق ما تقعش. يعني ايه الأسواق تقع؟ النظرة الأعمق، ان انا النهاردة المصانع دي لما تقف يبقى معناها هيحصل بطل. كمان النهاردة التقديرات العالمية كلها انه معدل النمو، احنا كنا عدينا مرحلة من 2008 بنعالج ازمة المالية الكبيرة الضخمة اللي حصلت في 2008 القاعة المالية، وقعدنا 10 سنين كل الاقتصاديين في العالم يقولوا انه هيبدأ التعافي 2018-2019 من 2008. يعني دورة الاقتصاد احيانا تاخد 10 سنين عشان تتعافى، خلي بالك. لما جينا في 19 ولسه هنبدا بنضخ عشان نوقف الدنيا على رجليها، حصل ده. وبالتالي هذا الامر انا طبعا مش عارف الوقت عندكم قد ايه عشان ما اروحش بعيد. لما اصل لده يبقى هذه الصدمه بتؤثر مش بس اقتصاديا واجتماعيا، لان انت لما بيحصل لك فاقه اقتصاديه هتزيد نسب الطلاق، هتزيد العنوسه، هتزيد الادمان المخدرات. صحيح. كل دي ظواهر بتنتج عن الأزمة الاقتصادية. يعني ده اللي بنسميه الدوامة. الدوامة، عشان كده بنقول احنا داخلين دلوقتي على دوامة التراجع. تمام. الحاجة التانية انه النهاردة كل قطر هيبدأ ينشغل بحاله، لان انا لما امسك النهاردة سعر البترول اللي نزل رقم ضخم جدا، ده مؤشر لتباطؤ او توقف الانتاج. وبالتالي نزل خلاص، ده ضرره من ناحيتين، في ميزه وفي ضرر. الدول المصدرة للبترول موازين مالياتها هتختل زي دول الخليج. لما اجي النهارده بقى حزمه المساعدات اللي بترجع تديها لبعض الدول هتتوقف. صحيح. وبالتالي هنا السؤال بنقول كورونا هتنتهي، لكن ما بعد كورونا الحياه هتستمر. ما بعد كورونا على كل قطر، على كل مشرع اقتصادي، على كل صاحب قرار اقتصادي في كل دوله انه يضع مجموعه من السيناريوهات. صحيح. ما يمشيش على سيناريو واحد. صح. لازم يتوقع الاسوأ وبعدين يحط
وبعدين على حسب خطته، لكن الشغل بطريقه عشوائيه او القرار الانفعالي او القرار الوقتي هيؤدي نتائج. ولما اقول ده على مستوى دول العالم، فبقول النهارده دول العالم بسرعه شديده كلها شايفه النهارده كل ادارات الدول يوميا بتعمل مؤتمرات صحفيه وبتراجع. من الواضح يا سياده المستشار ان شايفه ان دول العالم او العالم كله في انهيار في الاقتصاد، احنا بقى كبلدنا كمصر نحاول نتجنب ده ازاي، وان احنا نحاول نطلع من ازمه الاقتصاد دي ازاي؟ ده سؤال رائع منك يا شيماء. اما نيجي نمسك الموازنه المصريه من واقع وزاره الماليه المصريه، اهم المداخيل عندنا اهم الايرادات عندنا جايه منين؟ اول ايراد بيجي لنا من تحويلات المصريين في الخارج، وده وصل ل 26 مليار لسه الشهر اللي فات. ده دخل مهم جدا. تاني حاجه السياحه، تالت حاجه مرور من قناة السويس. خدي بالك لما أنا بقول دلوقتي إنه النهاردة طبعا أنت شايفة كل المصريين دي حالة موت وحالة خوف أي شعب حاول يجي بلده، فده هيتأثر لأن هيبدأ. هي مش خسارة في الأرواح وبس، هي خسارة كمان في تدهور خلاص. وبالتالي أدي أول إيراد هيتضرر عندي هيقل. نمرة اتنين سياحة، ما فيش سياحة على مستوى العالم إلا بعد ما تعلم منظمة الصحة العالمية إنه العالم تعافى وما فيش عشان ما تتنقلش أمراض. الناس حتى بتقطع شغلها دلوقتي وتروح بلادها، لأن دي مسألة موت، عايز يموت عند أهله يعني خلاص. يبقى ده تاني إيراد. حركة التجارة بتقل، يبقى هيقل إيراد قناة السويس، مش بإيدينا. صحيح. وبالتالي ادي ايراداتي. طب انا بنفق من خلال ايراداتي، لما ايراداتي هتقل ده كلام واضح، يبقى الانفاق بتاعي هيقل. هنا بقى على اي دوله من ضمن الاجراءات الاحترازيه والمهمه ان انا خلاص ده مش بمزاجي، يعني مش حد عاملها، خلاص دي ازمه تاثيرها عندنا اللي احنا بنقوله دلوقتي. ادي عندي حركه اسهم بتقل، حافظ بقى على دي ازاي، وعندي استثمارات هتقل. وانا كنت بعمل البرنامج مع صندوق النقد الدولي عشان اصل لمرحله بعد ما عومت وعملت كل الاجراءات الصعبه دي، مستني استثمارات خارجيه هتقف مش هتيجي دلوقتي. وبالتالي احنا هنمر بحاجه اسمها اربع دورات زينا زي العالم. دوره نمتص الصدمه دي. يعني ايه نمتص الصدمه؟ يعني على قدر الامكان، وهقول بالتفصيل لما هقول لك الحلول فين. نمتص الصدمه يعني نحاول نقلل باقصى درجه ممكنه تمام ان احنا نوقع الطبقه المتوسطه اللي طبقه الفقر. بالظبط. ليها تفاصيل. ليه؟ لان ده خطر على الدوله. لما هتوقعي الناس، عشان كده قلت لك اقتصادي واجتماعي، حضرتك في مستوى معين لو دخلك النهارده قل، فبتقدر الاول تستغنى عن بعض الحاجات المهمه لغايه ما تلاقي نفسك كمان بعد ما استغنيتي عن الحاجات اللي هنقول كماليه تستغنى عن المهم مهم. كمان بعدين بعد شويه هيبدا يحصل لك نوع من الايه التأثر. من حتى على المستوى الشخصي والنفسي مساله المرضيه، وبالتالي قراراتك تبقى فيها نوع من العنف. خلاص. وبالتالي وهكذا. طبعا بيختلف من شخص لاخر. وبالتالي الموضوع خطير، مش بالبساطه دي، انك حاسه انك بتقعي من الطبقه اللي انت فيها. ما حدش عنده استعداد انه يبقى في طبقه مرتاحه مثلا، مش بقول ارستقراطيه، بقول مستوره. لا يبقى مستوره. وهيبدا يدخل في طبقه خطر. عشان كده قلنا تاثير اقتصادي واجتماعي، لان انت النهارده لما بيحصل في مداخيلك من ضمن الاشياء انك انت النهارده مش قادره تجهزي بنتك، مش قادره تجهزي ابنك. خلاص، فده عنوسه. ده زي ما انت حضرتك قلت قبل كده، في البعض بيهرب للادمان، بيهرب من مشاكل. وبالتالي في مصر المساله لازم نقعد، لازم الكل يشترك ورشه عمل على مستوى مصر. دي مش سياسه، ده اقتصاد. ده معيشه بلد. حضرتك يا فندم، بس في جزئيه يعني انا بالنسبه لي بفكر فيها، ما اعرفش اكون خاطئه او صواب فيها، وهي رجال اعمالنا اللي هم بره مصر المستثمرين، ليه ما ننزلش نعمر الصحراء دي ونبتدي نزرع فيها؟ انت كده بتقول الحلول، وهو احد الحلول اللي احكيها. تمام، هو صح. لكن هو السؤال الاتي يا حضرات، لازم عشان بشوف برضو كلام على السوشيال ميديا، انا عندي اداره بتدير موارد البلد. صحيح. تضع لي من القوانين ما تبسط الاجراءات. حط بسط للاجراءات هيجي اللي بره، لكن ما يبقاش الكلام نظري. ان انا عايز اجي، فلما اجي بلاقي عراقيل كتير، الروتين والدوله العميقه وكل الكلام ده. انا الاوان على متخذ القرار في مصر. ده كلام مهم جدا وعلى مسؤوليتي. صحيح. انه مش القضيه في القرار، القضية في متابعة تنفيذ القرار في المستويات الدنيا في المفاصل الصغيرة. تمام. البنك المركزي خفض الفايدة. البنك المركزي قال في مبادرة هنأجل أقساط القروض لغاية مليون جنيه ست شهور. حضرتك بس في الجزئية دي، لأن أنا جات لي شكوى امبارح تليفونيا. تمام، اتفضل. إن الفايدة قالوا هتبقى مركبة،
هل الكلام ده صحيح؟ السوق مليان كلام ضخم جدا. ما حدش طلع تفضل. اولا نمره واحد، بعض افرع البنوك اللي هي تابعه للبنك المركزي في كثير من المحافظات تمام خصمت الاقساط اللي على الناس الشاردة، قالت له ما جاتناش لسه التعليمات، علما بانه ده قرار من البنك. انا بقول وانا على مسؤوليتي تمام، لان انا ايدي في السوق. اذا هنا القرار طلع متابعته من البنك المركزي لمجموعه البنوك ومجموعه البنوك يعني رئاسه البنك الاهلي رئاسه بنك مصر على الفروع على 27 محافظه مفيش بتجيلها متابعة. بتجيلها وبالتالي ما قيمه القرار اذا كان النهارده في بطء في تنفيذه او عدم متابعه. وبالتالي من منبركم ده بنسجل لكم سابق انه قيمه القرار انه يبقى عليه نوع من المتابعه طالما انت البنك عمل عليه، البنك المركزي خد القرار وعمل عليه. طيب البعض بيتكلم في تنزيل الفايده ربما يضرك انت في مدخراتك او شيماء، انما على مستوى الاقتصاد الكل بيحميه. بيحميه ازاي؟ اكبر مدين للبنوك خلاص هي الحكومه المصريه في اذون الخزان. الواحد في المية تخفيض في الفايدة بيوفر عندي في موازنة الدولة 56 مليار، يقدر ياخد الجزء ده اللي كان هيدفع فايدة ويوجهه للصحة، يوجهه للإعانات، يوجهه اللي هم أصحاب. يبقى ده قرار إن كان هنا النظرة تبقى عامة مش خاص، إذا كان بيؤذيني أنا في مدخري أنا لكن بيفيد الدولة كدولة في الاقتصاد الكلي. يبقى أدي واحد. اتنين، أنا النهاردة لما بتكلم على أنه القطاعات الصغيرة والمتوسطة آن الأوان، لأن دي حماية أي دولة. المستثمرين الكبيرة على دماغي، المشروعات القومية على دماغي، لكن الأكل والشرب والفراخ والبيض وده من مشروعات بنقول عليها متوسطة وصغيرة. دي الصناعات الوطنية اللي لازم أوفر لها دلوقتي حماية عشان تفضل تنتج، عشان الإنتاج يفضل موجود، عشان ما تخرجش بره السوق، عشان ما يبقاش فيه احتياجات. أوفر لها مبادرات وتحفيزات. لو قادر حاليا اعفيها ضرائب اعفيها من الضرائب، اعفيها من التلاتة. واحد يقول لي هتعور الخزينه، اقول له اسف، اللي هعوره من الخزينه دلوقتي هيخليني احافظ على المنشات دي ما تقفلش وما تعملش بطاله خلاص، واقدر بعد كده لانها لو خرجت هتقفل مش هدفع تاني ضرائب، فانا هستغنى عن فتره لان انا عندي ايراداتي قلت. ده كلام مهم جدا تمام. وبالتالي على المشرع النهارده يبسط الاجراءات. لا زال لغايه النهارده اللي انت حضرتك قلتيه، هعمل مبادره للمصريين في الخارج و10 مليون مصري في الخارج كله بيحب مصر، ماليش انا دعوه في السياسه، كله عايز ينزل. وبالتالي الساده الافاضل يحطوا مبادرات، انزل اعمل لي زمام، طلع المساحه المدنيه صحيح مع المساحه العسكريه، اعمل لكل 27 محافظه خرائط بزمام، اعمل بنك اسمه بنك الارض وحطه تبع وزاره الماليه. انا عايز ورشه 100 متر، لا رايح المحافظه، لا رايح وزاره الزراعه، ولا فوق الترابيزه ولا تحت الترابيزه، انا هخش البنك هقول له انا مثلا من محافظه بني سويف او من محافظه القاهره والحته دي اللي هي حطوها في الخريطه، اقول له عايز ال 100 متر ورشه، هقسط مع البنك المبلغ ده يروح على وزاره الماليه، المبلغ ده كفيل ب 3% اضافه لارض مصر يقفل الدين الداخلي. كلام انا مسؤول عنه صحيح. وبالتالي المبادرات الخلاقه والفكر الابداعي اللي يسبق الازمه هو اللي مطلوب النهارده عشان نقلل الخسائر اللي مش في ايدينا. هتبقى جانا يعني سياحه، مش هتجيلي سياحه، كان بيجي لي 10 مليار تجاره احنا كان بيمر ما عندي هنا فوق ال 5 مليار، النهارده في تباطؤ هيقل خلاص، تعهدات المصريين في الخارج هتتاثر كل ده، لان النهارده حجم بنك صندوق النقد الدولي بيطلع امبارح بيقول الدين العالمي الاقراض لدول العالم وصل 188 تريليون دولار، 230% من الناتج العالمي. يعني زي ما يكون حضرتك عندك ملك او بضاعه ب 100% انت مستلفه عليك قده مرتين ونص. اي يبقى في خلل. وانا اصلا كمصر بقى نتكلم كمصر كدوله النهارده عندي مشكله، عندي عجز في الموازنه، عندي نسبه اقراض عاليه عشان كنا بنعمل مشروعات قوميه او غيره. انا الان اوجه النهارده للصناعات الوطنيه الصغيره والمتوسطه، متناهية الصغر يجب أعفيها من كافة الأشياء عشان أحافظ عليها. وحضرتك كده أنا هلم البطالة كلها، هلم البطالة والأهم من لم البطالة هطلع ناتج قوي. يعني لو أنت حياتك رحت تشتري جبنة وما لقيتيش جبنة خلاص هتبقى كارثة. فيبقى النهاردة صاحب القرار بدل ما مش عنده المصنع هيستوردها، محتاج دولار، يبقى قصد حضرتك أن مصر هتقفل على نفسها، لا هنستورد ولا بمعنى القفل، بمعنى أن أنا أعمل حضانة داخلية لغاية ما أعدي مرحلة الصدمة الأولى. ده لازم، ولازم اللي قاعد. والخسائر دي خسائر سريعة ولا خسائر بطيئة؟ لا لو أنا ما لحقتهاش هتبقى خسائر سريعة. لو أنا لحقتها زي بالظبط حضرتك ابنك سخن، فأنت الأول بتدي له مضاد حيوي تخفض الحرارة، وبعدين
تعالجي بقى سخن من ايه، من ودانه، من ايه بالظبط. فالمضاد الحيوي لازم النهارده، لازم النهارده اعمل حركه ائتمان عاليه، لازم البنوك تنزل كمان الفائده وتضخها للاسواق للمنتجين. ليه حضرتك؟ لان على الاقل لو انت النهارده عندك ابنك او غيره او اي حد من اسرتك تمام النهارده بيعاطل بيحمل عليك، فبالتالي انت ما عندكش موارد، مش هتقدر، فهيبقى مواردك قلت، مشترياتك هتقل. خليني اقول بالبلدي، انا بطلع اشتري 5 كيلو اكس اي حاجه خلاص، انا النهارده معيش فلوس اشتري ال 5 كيلو اللي هي احتياجاتي مش تخزين خلاص، وبالتالي هشتري كيلو لانه حاجه. وبالذات النهارده لازم اهتم بالصناعات الغذائيه، الصناعات الدوائيه، لان ده اللي هيبقى عليه الطلب بالظبط. وانا الاوان النهارده على المشرع الاقتصادي لو انا في مكانه النهارده انه لازم اعمل صناعات تصديريه لافريقيا. حضرتك كده احنا بنتكلم في جزئيه الرقابه، الرقابه على كل قانون او كل تشريعات بتطلع. احنا دخلنا كذا حاجه ورا بعض. تمام. انا بتكلم لما بعض القرارات اللي خدتها الدوله وان كانت محتاجين اكتر ولكن حتى اللي طلع ده انا من منبركم بوجه للسيد رئيس الوزراء هناك وللدكتوره هاله اسمها وزاره التخطيط والمتابعه. تمام. خلاص. عايز اقول لسيادتك حاجه بس عشان دي برضو من ضمن الشكاوى اللي بتجينا، يعني عندك شركه بيتك نفس القصه برضو بتطالب الناس بالاقساط والبفوايد. انا جاي لك بقى في الجزء ده. وده بقى هنا جوه المجتمع، وبالتالي انا بقول الاتي، يعني بقول من في اجراءات احترازيه اللي احنا بنقوله ده كله يجب ان يوضع داخل خطه. تمام. خطه على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، لان لسه تداعيات الازمه دي طويله حتى بعد انتهائها. اكيد. يعني هي راحت لحالها. طب بعد انتهائها بقى عشان احنا نطلع نصعد تاني هتاخد فتره طويله برضو. في فتره طويله وتاثيرات طويله على مستوى العالم وانت جزء من العالم، يبقى لازم نوضع لها خطه. حكايه انه ايه يعني ازمه وهتعدي، لا، التباطؤ اللي حصل بعد ما كان البترول واصل ل70 ونزل ده مع بعض برضو تداخل من السياسه جوه الاقتصاد. بس خلينا جوه الاقتصاد، انا عندي ثروات، يعني انت النهارده معنى انك تتكلمي على بترول وصل ل 25 دولار، موازنات السعوديه والامارات وكل دي هتتضرب هتقل وبالتالي هتروح لصندوق النقد الدولي، كانت بتيجي مشكوره للدول العربيه تدي منح مش هتديها. انت كان عندك رقم بتدي مساعدات مش هتديها. كل واحده هيحافظ، هتبدا تسعود العماله بتاعتها، هتبدا تمشي العماله، ما هو ده ادي التاثير اللي عندك. التجاره النهارده اللي بتتواطأ ما كلها كانت بتعدي او تلتينها بيعدي عندي من الممر بقبض فيه فلوس. طب عايزين نحط بعض النقاط الهامه للمرور من الازمه. واحد، انا الاوان ان توضع كده رعايه خاصه لقطاعات الصناعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر المصريه. تمام. لان ده المضاد الحيوي اللي هي ايه برضه؟ بتاع الدواجن، الثروه الداجنه، الثروه الحيوانيه، التصنيع الزراعي. انا الاوان ان نتجه، احنا عندنا 5 اقتصاديات يا استاذه اسماء، عندنا اقتصاد زراعي بشقين، زراعه وتصنيع. صحيح. زراعي يجب ان نذهب الى امن غذائي. لو الكورونا لا قدر الله او وبا غيره تجاوز مش هيصدر لي قمح، مش هيصدر لي اكل، هيهتم ببلده، وبالتالي اسمه امن غذائي. يبقى القطاع الوحيد، واحنا يعني كنا بلد زراعي، نهتم بيه، نهتم بيه ونحطه على الخريطه، هو قطاع الزراعه والتصنيع الزراعي. جزء هزرعه هامن على قد ما اقدر طبعا، وجزء هصدره تصنيع زراعي. يبقى انا استفدت من الجزء خلاص دي. انا كده ادي نوع من الاقتصاد. الاقتصاد السياحي هيتوقف عندي. الاقتصاد البحري هيتوقف عندي. الاقتصاد الصناعي لازم انشطه، ابدا انشط الصناعات اللي هي بتسمى اشباع للناس. مش هتبطلي تاكلي، لا طب مش هتبطلي تلبسي، مش هتبطلي تشربي، مش هتبطلي تاخدي دواء. دي القطاعات اللي النهارده لازم وزاره الصناعه وكل مجلس الوزراء يسندها. يا اما يسندها عشان نكفي مجتمعنا الداخلي وربنا يكرمنا اللي يفيد منه نعمل ايه؟ نصدره ويجيب لي دولار. قطاع الخدمي ابدا انشر شركات التامين في افريقيا، البنوك، البنك الاهلي ده اقدم البنوك، وبالتالي كمان لازم نلغي حكايه الاقتصاد الريعي. يعني لازم نخفض مداخيل الانتاج، نقدر نخفض الكهرباء حتى لو هيضر شويه بالخزانه ده لازم، ده في صالح الاقتصاد وفي صالح البلد مش في صالح الناس بس. هي للاسف ان البعض احنا اللي خلص. للاسف. طيب. المهم النقطه دي مهمه. أيوة. هناك البعض يعني البنزين اللي لا ينزل اقل من كده ليه؟ خفف الاحمال. ايوه هيضر الخزينه دلوقتي بس هيحافظ لك على هذه المنشات اللي هتجيب لك ضرايب بدل ما تخرج من السوق.
بنشكرك، هيحافظ لك على الناس ما تتحولش للبطاله وتعمل لك مشاكل ان شاء الله. بنشكرك سياده المستشار لان بجد انت محتاج حلقات مش حلقه بجد. في نهايه حكايه النهارده، حكاوينا لسه ما خلصتش، حكاوينا لسه موجوده لاولاد البلد. بشكركم جدا للمتابعه، بشكرك يا شيماء. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. شكرا سياده المستشار مره ثانيه. شكرا ليكم متابعينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج حكاية ولاد البلد. أشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله مع حكاية جديدة جميلة هتعجبكم، انتظرونا.